بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبدي بالفيديو الأول لليوم الثالث، اللي هو راح يتناول الفصل الثاني إن شاء الله. طبعا اليوم السابق كنا نحكي على موضوع الفصل الأول اللي هو أنظمة نقل الإشارة، وحكينا على النظام الهوائي شنو يعني، والنظام الكهربائي قلنا نستخدم الفولتية اللي نسميه كهربائي باصطلاحنا كدقيقة، أو التيار لإرسال إشارة اللي نسميه إلكتروني. طبعا هاي المصطلح يختلف على مصطلح الكهربائي والإلكتروني بالنسبة للكهرباء، يعني هذا مصطلح خاص بالسيطرة والنظم. وضربنا مثال حتى على حلقة السيطرة وشلون تكون بيها الأجهزة، وحكينا على قالب الإشارة الإلكترونية إلى هوائية حتى نستخدم صمام السيطرة الهوائي في حلقة السيطرة الإلكترونية باعتبار مراعاة للأمان. طبعا المثال اللي ضربناه حكينا على الإشارة، قلنا من تجي 4 إلى 20 ملي أمبير، حكينا بالأربعة شلون راح يصير يأثر على الفيض المغناطيسي ويجذب ما يجذب الفلابر، والعشرين شلون تجذبها إلى أكبر يعني أكبر إزاحة ممكنة بحيث تنغلق الفتحة بين الفلابر والنوزل. طبعا اخوان هاي سيطرة مستمرة، يعني انا مو اقصد فقط 24، لا ممكن تجي 5 ملي امبير. سيطرة قصدي مو اون اوف، سيطرة مستمرة اي، يعني ممكن تجي 5 ملي امبير، ممكن 6 ملي امبير، ممكن 13.5 ملي امبير. زين، فهنا المسافة بين الفلابر والنوزل اعتمادا على الفيض المغناطيسي راح تكون من يعني تتراوح بين الغلق التام والفتح التام، ممكن بالنص، ممكن ثلاثة أرباع، ممكن 65%. بالتالي اللي راح يصير شنو، يعني الصمام هذا مو صمام اون اوف، يعني سميناه صمام سيطرة. صمام الاون اوف راح نحكي عليه اليوم، مثلا صمام الار او في. فهنا فتحة الصمام مو لو غلق تام لو فتح تام، ممكن تتراوح من 0% إلى 100%، بس حبينا ننوه على الموضوع حتى لا يصير التباس. الفصل الثاني احنا نريد نحكي هنا بيه على مثال حقيقي عملي كان موجود قديما في السيطرة الهوائية، انه نستخدم ويا السيطرة الهوائية فالطريقة سيطرة كهربائية. هسه نعرف ليش، حتى يعني احنا بس نريد نوضح انه مفهوم التطور اللي صار بانظمة السيطرة، شلون يعني هوائي بعدين صار ويا الهوائي اكو كهربائي، بعدين كهربائي صار الكتروني، بعدين الالكتروني تطور صار من دخل الحاسوب. اكو صمام اخوان اسمه الار او في، الاخوان اللي مشتغلين اللي يعني من حضراتكم اللي مشتغلين موجودين بالمواقع يعرفون هذا الموضوع، يعرفون الار او في. الار او في هو اختصار للريفيرس اوبريتنج فالف، اللي هو صمام العمل العكسي. اكو بعض المصادر يعني يعتبروها، طبعا مصادر العمليه تلقى نفس الاختصار، اكو مصدر هيك كتبه ومصدر هيك، هو نفس الاختصار. مثلا عندنا حتى بالاسكادم، المهم الريفيرس اوبريتنج فالف، اكو بعض المصادر شو تقول الريموت اوبريتنج فالف. المهم هو صمام الار او في، راح نشوفه هسه بعد شوي. هذا الصمام عباره عن صمام اون اوف، لو فاتح لو غالق، يتكون من سبرينج واسطوانه، يعمل على الهواء اغلبهم، يعني من تجي اشاره هوائيه راح تدفع البستن، هسه راح نشوفه بالتصوير، والبستن يدفع، طبعا هو يجي غالق بالوضع الطبيعي، من تجهز المنظومه راح يجي الهواء يدفع البستن فراح يتحول الى الفتح. مثلا واحده من الاستخدامات المهمه جدا ورا المانيفولد، اعتقد لو قبل المانيفولد، المهم بالمانيفولد بدخول النفط للمحطه ورا المانيفولد. هذا شو يسوي؟ اول ما تشغل المحطه راح يجي اشاره هوائيه تفتح، زين، يظل مفتوح يدخل نفط للمحطه، والمحطه تشتغل بالنفط. خلينا نحكي احنا على محطه عزل الغاز اللي هي يعني اكثر شيء موجود عندنا وبسيطه واغلب اخوان شايفيها، محطة عزل الغاز اللي تتكون من ثلاث عازلات في الغالب،
راح يدخل العازلة الأولى بغض النظر عن عازلة الاختبار طبعا، وراها العازلة الثانية، وراها العازلة الثالثة، وراها يروح يندفع، يروح يصدر للمجمع البزنقان أو يشوف شلون العملية الثانية، يعني بغض النظر عن هالتفاصيل. ما دام منظومة السيطرة ماشية بشكل صحيح، ما دام ظروف التشغيل الطبيعية ماشية بشكل صحيح، النفط يدخل المحطة ويمر بمراحل العزل ويكمل شغله. زين؟ إلى أن تنقطع الإشارة عن هذا الصمام لسبب ما، إحنا راح نخلي بالتصميم أكو مجموعة أسباب. نصير نريد النفط ينقطع عن المحطة بعد ما يدخل المحطة، فراح نقطع الإشارة الهوائية عنه. واضح أخوان؟ هسه لحد الآن يعني الصورة. من تنقطع الإشارة الهوائية، مو قلنا الهواء هو الدفاع السبرينج، دفاع البستن ودفاع السبرينج خلاه يفتح. هاي الإشارة الهوائية من نقطعها عنه راح يغلق، يعود إلى وضعه طبيعي، ماكو شيء شغله، يرجع لوضعه الأصلي. فراح شو يصير؟ يغلق، فما يدخل نفط المحطة. هسه راح نشوف بالسلايد الثاني فيديو أرسلناه أحد الأخوة أحمد مشكور، هو يعني بالدورة أعتقد، فشلون يوضح عمل الصمام. شوف اخوان هذا الفيديو، هاي مكونات الصمام، هذا السبرينج، هذا من تجي اشارة هوائية منه اندفع منه، هذا الدفع شو راح يسوي؟ يغير الفتحة اللي هنا، هاي مصورها هنا هو، فيصير فلو المائع الموجود هنا راح يدخل. واضح؟ من تنقطع الإشارة الكهربائية هنا، من تنقطع عفوا الإشارة الهوائية من تنقطع، راح السبرينج شو يسوي؟ يرجع، يعني قوة السبرينج راح ترجع البستن هنا، لان ماكو شيء هواء يدفعه، فراح شو يصير؟ راح يغلق هذا. طبعا خالين هذا، اذا انقطعت الاشاره الهوائيه ممكن يدويا واحد شو يسوي؟ يغلقه او يفتحه. ماشي اخوان؟ هسه يعني كفكره صار واضح ان شاء الله الصمام. هذا الصمام نتحكم به بالهواء اللي داخله عن طريق السولينويد فالف. السولينويد فالف هو صمام صغير الحجم يشتغل على الكهرباء، غالبا يستخدم مو يعبر الموائع، يعبر المتغيرات، لا يعبر الاشاره. واضح؟ غالبا هم يشتغل اون اوف. بيتكون الملف، شوفوا اخوان هذا الملف الفوق، هذا الملف زين، وسبرينج همين. من يجي كهرباء هنا، شوفوا الكهرباء الوايرات، من تجي كهرباء للملف راح يتمغنط، راح يلقط. من يلقط الملف راح يغير حركة السدادة، اما فتح الغلق او غلق الفتح، حسب شوف انت وين شلون مختاره. زين، و فمن يلقط يمغنطها هاي السدادة الجو اللي تسد هذا المجرى، يمغنطها وتصعد لي فوق، راح يفتح مثلا، خلينا نفرض هالشكل. من تنقطع عنا الإشارة الكهربائية هاي، راح يعني يرجع، يعني يروح المؤثر مال المغناطيس، فهذا السبرنج الداخلي بي راح يرجع السدادة لوضعها الطبيعي، راح تغلق. احنا شو نمرر منها؟ نمرر الإشارة الكهربائية الهوائية عفوا، نمرر الهواء المضغوط اللي رايح هو عند الار او في. فمن اكو كهرباء مثلا، خلينا نفترض هاي الحالة، من اكو كهرباء جاي لهنا الملف، من اكو كهرباء جاي للملف، شو راح يصير؟ راح يلقط، يعبر الهواء، راح يخلي الار او في يفتح. زين، من تنقطع هاي الإشارة بعد ماكو هواء يروح، فماكو شيء يدفع البستن، السبرينج مال هذاك الار او في راح يرجعه الى حالة الاغلاق. هذا باختصار طريقة لاستخدام السيطرة الكهربائية حتى ويا السيطرة الهوائية. طبعا هذا احنا مو بس جاي نحكي على موضوع تاريخي، لا، هذا يفيدنا بالسيطرة الحديثة. الان منظومات البي ال سي، منظومات الدي سي اس، وحدة من مكوناتها اكو صمامات ار او في واكو صمامات اس دي في وبي دي في. هذني بغض النظر عن تفاصيل، هذني صمامات اون اوف، مسؤولات عن ادخال النفط او عدم ادخال المحطه، او مثل ما عندنا بالجي ار اس، الاخوان بالجي ار اس، ادخال الغاز واخراجه من المحطه وتصريفه على المنظومه البي دي، هم يصرفه عن منظومه الفلير.
فهذا مو كلام تاريخي، احنا جايين نشرح مبدا العمل حتى يفيدنا وين همين منظوماتنا الحديثه اللي هسه موجوده حاليا. هنا لو يعني نرجع للمثال اللي احنا نحكي عليه بالعازلات، احنا مو مثلا ديش ساعه اخذنا مثال البارحه، اخذنا مثال انه دائره السيطره على الضغط، او حكينا مثال السيطره على المستوى. زين، هنا اكو بالاضافه لهاي الدائره العازله اكو مفاتيح مستوى. المفاتيح القديمه المستوى كانت طوافه، من يوصل المستوى طوافه تتحرك، فراح شو تسوي ذراع طوافه. شوفوا اخوان هذا مثلا ذراع طوافه من راح يرتفع، راح يجي لهذا الملامس، اما خلي نورمالي كلوز او نورمالي اوبن، راح يوصل الملامس. اذا نورمالي اوبن راح يوصل هاي الطوافه الدفعه، واذا هو غالق الطوافه ايش راح اسوي؟ راح الدفعه فيفتح الاشاره الكهربائيه. هاي امثله على الملامسات راح نحتاجها بعدين نحكيها ان شاء الله. زين، فهاي الحركه مالتها هاي الطوافه اذا خالين هاي الحركه تروح الهيش مفتاح، راح هو الدائره الكهربائيه هنا مفتوحه وراح يغلقها، وهنا الدائره الكهربائيه مغلقه وراح يفتحها. مرات اكو مفتاح تلقى بين اثنين هنا، المهم حسب التصميم، هذا هسه مو شغلتنا. من يجي مثلا اجيب هذا الليفل سويتش واخليه على العازله الاولى، هي بيها دائره سيطره على المستوى، بيها مرسله مستوى وصمام سيطر على المستوى ومسيطر. هسه بغض النظر هاي المسيطر شنو، هوائي الكتروني بي ال سي، بس في يضيفوا لها مرات وهي موجوده يعني بالعازلات. هسه عازلات الملح حق العماره اتصور موجوده، الضفه الحديثه يمكن موجوده، انا شايفها بالبصره موجوده. بالعازلات الهوائيه كان اكو هوائي موجود قبل 2003 يعني. هذا ايش راح يسوي؟ هسه من يرتفع المستوى، خلينا نفرض مستوى النفط ارتفع الى مكان ما نريده، يعني صار فد خلل معين بمنظومه السيطره مالتنا هاي العاديه اللي هي بيها مرسله ومسيطر وصمام بالعازله الاولى، صار فد خلل معين. هسه جهاز خرب، انقطعت عنه اشاره، اي خلل صار معين. احنا لا ما نخلي الامور يعني تروح للأسوأ، انه صار خلل منوسط لازم يصير لنا كارثه، لو حريق لو تسرب غاز وكذا، لا. خالين فد شيء ثاني اللي هو مثل هذا المفتاح ليفل سويتش، مرات يستخدمون اكثر من ليفل سويتش، مرات ليفل سويتش للهاي وليفل سويتش لللو، مرات اثنين، واحد للهاي وواحد للهاي هاي، اول واحد يعطي اشاره تنبيه وثاني واحد يسوي لك مثلا يطفي الار او في مثلا، ولو ولو لو حسب يعني حسب التصميم وحسب الحراجه الموضوع. زين، فهنا هذا لو فرضا وصل مستوى النفط بالعازله الى مكان المفروض ما يوصل له، لان راح يطلع شو يصير؟ الاخوان اللي ما حطاش يعرفون يصير كاري اوفر، من وصل ارتفع مستوى النفط راح يطلع ويا الغاز، يطلع ويا الغاز يروح يحترق يصير الدخان ما شاء الله. هاي الكاري اوفر يعني مشكله، اولا يعني هو تلوث، ثانيا اهم شيء انت تريد تعزل بالعازله، تريد تعزل النفط عن الغاز حتى الغاز توديه المكان. هسه سواء قبل كان يحترق، هسه لا مو يحترق، تروح توديه شغل بيه مولدات مال الكهرباء هاي اللي قاعد تغذي، يعني تغذي 500 ميجا و 125 ميجا و 400 ميجا حسب طاقة المحطة. فأنت من تجي ترجع النفط طلعوا الغاز يعني شنو، لا بينا ولا بشغلنا بعد. فالمهم مثلا مثلا هيجي موضوع الليفل سويتش ايش راح يسوي؟ الليفل سويتش من وصل النفط هنا إلى مستوى غير مرغوب به أو مستوى قد يكون خطر سواء بهاي العازلة أو بغيرها، معناتها اكو مشكله صارت بالمحطه، مثل قد تكون الضاغطات ما تنطي هواء، مثل قد يكون قطع بالكهرباء، قد يكون فد مشكله يعني فد مشكله معينه. مثل هيك اجراءات من الممكن شو يسوي؟ تروح هاي الاشاره مال ليفل سويتش الكهربائي، مو راح يطبق هذا هنا، راح ترتفع الطوافه. ها خلينا نفرض رابطيه على النورمال كلوز، خلينا نفرض يعني فرضا، فايش راح يسوي؟ كانت اكو دائره موصله، هاي الدائره وين رايحه؟ جايبه من الباور سبلاي كهرباء، وين رايحه؟ رايحه للسنيلويد فالف، خليته يلقط ومعبر اشاره للار او في. واضح اخوان؟ خلينا نفرض فرضا انه احنا ما عندنا بالمحطه بس هذا الليفل سويتش، ويروح مربوط بالسنيلويد فالف، والسنيلويد فالف ينطي هواء للار او في. من هاي الطوافه راح تصعد، اشرت انه اكو حاله خطا، فايش راح اسوي؟ هاي الصعده مال الطوافه، هاي الصعده مال الطوافه راح شو اسوي؟ تدفع هذا الملامس، فبالتالي الدائره الكهربائيه اللي كانت موصله يعني مغلقه وتروح للسنيلويد فالف ومشغله السنيلويد فالف
وخليته لاقط ومعبر الهواء للار او في، هاي الدائره راح تنفتح. من تنفتح هاي الدائره راح تنقطع الكهرباء الرايحه للسنود فالف، راح يقطع الهواء الرايح للار او في ويسد الار او في الى ان نحل المشكله شنو هي الموجوده بالمحطه. واضح اخوان؟ طبعا هاي الـ هذا مخطط الار او في، شوفوا هذا السنويد بار. زين هنا جاي الاشاره طبعا من منظومه السيطره، جاي الاشاره السنويد بار تقول لي هذا مثلا اشتغل. من اشتغل هو سوى عبر الهواء فتح الار او في. من تنقطع هاي الاشاره مثل ما شفنا، ليش تنقطع الاشاره؟ لسبب معين. من تنقطع هاي الاشاره راح يقطع الار او في. طبعا اي مشكله تصير حسب انت مصمم، يعني شلون مصممين دائره السيطره. زين اي مشكله تصير تريد انت تحسها غير مرغوب بها، راح انه تخلي فعل دائره السيطره يقطع هاي الاشاره الكهربائيه، وبالتالي راح يغلق الار او في. طبعا احنا عندنا بال مثلا مصمم محطه الجي ار اس، اكو مثلا اس دي فار يعمل نفس العمل بس شغلته ذاك شوي تختلف. يعني هاي فشي مهم جدا، لازم اكو يعني في المنظومه خاصه للطوارئ الامرجنسي، لازم اكون احسب حساب الطوارئ. مش مشكله تصير مو يعني اخلي المحطه تحترق او تشتعل. طبعا هذا فد سؤال احنا طرحناه وجاوبنا عليه، قلنا هي ذا المحطه هوائيه، هاي المحطات القديمه احنا مو جاي نقول هوائيه، وهذا الجهاز هو هوائي اللي هو الار او في، ليش نخلي له بعد سيطره كهربائيه؟ صراحه كان قبل، يعني قبل لا يستخدمون هذا الموضوع، كان يستخدمون فد شيء يسمونه 3 واي فالف، هذا هوائي. فالتركيب شلون السينويد فالف بس مو كهرباء ويلقط، لا هواء، تجي اشاره هوائيه تدفع فد جزء وتجي اشاره ثانيه اذا تغلبت اذا صار الضغط هنا اقوى يدفعها بالعكس. فكانت اكو سيطره حقيقيه هوائيه فقط، فقط اشارات هواء. شوفوا هاي اخوان اشارات هوائيه، ماكو هنا كهرباء. يعني هذا فقط للتوضيح، يعني ما اريد ناخذ بوقت. قلنا هذا السبب انه كانت السيطره الهوائيه مجموعه لوحات على كل عازله لوحه سيطره، فهذا من يتحسس الليفل سويتش والبرجر سويتش بالعازله الاولى راح يودي اشاره هوائيه، هاي راح تروح للبنر الثاني، والبنر الثاني يودي للبنر الثالث، وهكذا يلا تروح للار او في. فبالتالي هذا الموضوع بيه تاخير وبيه يعني عدم دقه، مو مثل ما تشتغل الكهرباء. زين فاستعيض عن هاي الموضوع بالسيطرة الكهربائية، يعني انه سيطرة كهربائية على السينويد فالف حتى على الار او في. هذا مثال للي حكيناه. من قلنا بالعازلة، هاي العازلة عندنا دائرة سيطرة على الضغط الغاز، فتكون دائرة سيطرة هوائية مثلا من العازلات القديمة، وعندنا هنا دائرة سيطرة على مستوى مثلا النفط فرضا، وخلينا هنا ليفل سويتش. هذا شو كده راح يشتغل؟ يشتغل من انه هذا ما سيطر لي بشكل صحيح، هذا الليفل دائرة السيطرة هاي، من ما سيطرت بشكل صحيح على المستوى هذا، هاي مسيطر موقعي، هو مرسله هو مسيطر وصمه. من صارت اي مشكلة صارت، يلا هنا يجي النفط راح يصعد ويوصل لمن؟ لهذا المستوى، وهذا راح يسوي اشارة، يعني بعد موضوع مو سيطرة، شت داون راح يصير. واضح اخوان؟ بس بقت شغله. طبعا من يكون عدد العازلات هواي ممكن اخلي الليفل سويتش، قلنا مرات نستخدم اربع ليفل سويتش، مرات قلنا نستخدم من هواي اشياء، ومرات اكو محطات بها ضفتين للعزل. بالبصره مثلا حسب حق العماره اكو ضفتين، واحده قديمه واحده جديده. بالبصره اكو هي اصلا بها ضفتين للنفط، وضفه ثالثه ديسولترات وهايدريترات يعني للنفط الرطب للاملاح. فتصير عازلات هواي، فمن اجي شلون انا كل هذني اشاراتهن اوديهن لمن؟ لل يلا يعني سيطر لي على سنويد واحد، يعني انا بسيطر على فقط اقطع دخول النفط للمحطه، قد يكون ار او في واحد بالمحطه او اثنين، قد يكون انه يعني قد يكون عدد قليل، المهم اريد الفعل واحد انه نصير مشكله في اي مكان، مشكله خطر في اي مكان ينقطع النفط داخل المحطه. هنا أنا اخوان بالكهرباء يعرفون هذا الموضوع، تنبني في الطبقة من الريليات. طبعا الموضوع يعني معقد وحلو بنفس الوقت، فالطبقة من الريليات في التصميم ذكي، يعني يصممون انه الاشارات تترحل وحدة وحدة، يلا بالاخير من مجموعة اشارات هواي يلا يصير تأثير على سنويد واحد. يشبه هذا
انه شلون تبني مجموعه اللي اذا تذكرون اخوان قبل هذا النايف سويتش نسميه تشينج اوفر، هو خطا مو تشينج اوفر. النايف سويتش اللي نسيطر به او نحول به بين المولده والوطنيه هو ب 6 نقاط. هسه عوف 6 نقاط، البارد يولي الحار 3 نقاط، واحده فوق واحده جوا واحده بالوسط. الفوق خلينا نفرض مال الوطنيه، الجوا مال المولده، والوسط هي الاوت. زين نريد ناخذ خط ثاني مثلا، افرض المولده مال البيت، لازم شو اسوي؟ الطريقه الصحيحه مو الطريقه الغلط اللي كانوا يخلوها على النص ما ادري شو يسوون وكل ساعه محترق البيت. الطريقه الصحيحه اربط المولده مثلا مال البيت على الفوق، المولده مال البيت على الجوه، والبنص راح يطلع يروح وين يروح؟ يروح التشينج اوفر ثاني او النايف سويتش ثاني. ايش بيه؟ الاوت مال هذا الاول وين يروح؟ على الفوق مثلا، والوطنيه على الجوه، وبالتالي يلا تصير سيطرة صحيحة، بحيث أنا هناك بالأول أختار بين المولدة في البيت ومولدة الشارع، وبالثاني أختار بين المولدة والوطنية. طبعا هذا المثال شنو يعني يقصد به؟ هسه إذا أضيف خط ثالث مثلا خط مال غير منطقة، مرة كان يسوون هالشكل، فش لازم شو أسوي؟ أجيب نايف سويتش ثالث. هنا نفس الحالة، كل ما أريد أضيف متحسسات أكثر، يعني ليفل سويتش أكثر، بريشر سويتش ما أدري شنو، بوش بوتون، فاحتاج اضيف ريلي ثاني او شبكه ريليات حتى نمشي بالاشاره شوي شوي حتى نروح للاشاره النهائيه للسنود بار. طبعا انا حاولت اضغط، كنت يعني مخطط انه هذا الفصل نخليه فيديوين، بس هسه ضغطت فيديو واحد حتى نتفرغ مثل ما طلبوا بعض الاخوه انه يكون الكلام على المنظومات السيطرة الحديثة أكثر. فهذا الفيديو ولو عذرونا شوي طويل، جاوز 20 دقيقة، بس حتى نفرغ أيام المن لمنظومات السيطرة الحديثة. هذا في المخطط أنه نشوف هاي عازلات، 3 عازلات مال الضغط العالي، ويرحن العازل الضغط. طبعا هسه مو مثل قبل، هسه مثلا الصيني مو مثل قبل يستخدم 3 مراحل، يستخدم 2 مرحلة، وبعدين عندك ديهايدريتر وديسولتر، وعندك هنا خزان احتمال هم تحتاج ليفل سويتش هاي ولو، وعندك مثلا قد تكون عندك مولده تاخذ منها اشاره ضاغطه، يعني مجموعه ضغطات ممكن تلقى بالمحطه الوحده، فنحتاج الى تنظيمها عن طريق الريليات. اخوان ان شاء الله يعني عذرنا طولنا عليكم بهذا الفيديو، واي شيء اي تعليق اي كذا احنا مستعدين نجاوب عليه مثل ما تردون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.